بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان حرف الراء مع الفتحة والضمة والكسرة. إذن حرف الراء مع الفتحة راء، مع الضمة رو، مع الكسرة ري. را رو ري، را رو ري. نعطي بعض الأمثلة. الراء مع الفتحة ر، رح م تون، رح م تون، رحمة تون. ب ر ك تون، ب ر ك تون، بركة تون. ر جو لون، ر جو لون، رجلون. الراء مع الكسرة ري، ري ح بون، ري ح بن، رحاب. ري س ل تون، ري سا ل تون، رسالة تون. ما كا ري مون، ما كا ري مون، مكارم. ركوب، ركوب، ركوب. رم حن، رم حن، رم حن. ركا مون، ركامون، ركامون.
أعيد، را را رو رو ري ري رحمة رحمة بركة بركة رجل رجل رحاب رحاب رسالة رسالة مكارم مكارم ركوب ركوب رمح رمح ركام ركام. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.